السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. على هذيك اللي جبتك، سمعت هذيك الهضرة مع هاد ناس كبار وهضروا لي فيك غير الخير الحق، قالوا لي باللي هذاك الكذباوي أكبر كذاب في الوقت اللي رانا فيه، وهذا شرف كبير ليا يعني باش استدعيتك. أي جلس جلس. نعم. جوج يدو الماجينة شوف. كيف يدك؟ على حساب الماجينة راه يكذب. أي قرب. ما نقعد ونكمل لي 3 ماتش هذو، اقسم بالله ما نقعد. خليني نكذبوش على بعض، خليني المدير انا حاجه. تفضل معليش، اسمع انا نقول حاجه باش يسمعوا. السرار او يشرف اللي زار بيطر باش نخسر ونتحمل مسؤوليتي، او تولا بريس السرار او يشرف اللي زار بيطر باش نخسر لوطون ونتحمل مسؤوليتي. سامحني انا نقول حاجه. تفضل معليش، اسمع انا نقول حاجه باش يسمعوا. السرار او يشرف اللي زار بيطر باش نخسر ونتحمل مسؤوليتي، او تولا بريس السرار او يشرف اللي زار بيطر باش نخسر لوطون ونتحمل مسؤوليتي. سامحني نقول حاجه بلي بريف ديجا نقول حاجه. واحد ما حبش يهضر، حنا البلاد ماهيش مسقمه، حنا البلاد ماهيش مسقمه، حبينا البلاد تتهدى. يجينا رئيس صلي عنبي، ما يجي راسنا تسمعني باش ما عاد يجي رئيس البلاد هذه. زوج كلمات راح تجي شركه. شنو كيما نقول لك حاجه، نقولها له في وجهه. انا كون حكمتوني نهضر حوايج البلاد أو البلاد ليش منها؟ أنا ساكريفيت على البلاد هذه، وأنا في حاجة، أنا في حاجة، أنا باش تعرف، وعندي 4 شهور ما رحتش لخدمتي، 4 شهور ما خشيتش لخدمتي، 4 شهور ما خدمتش، فهمت؟ يجي واحد أنا يقول يخطي لي كيف، أنا نخطي لي كيف، أنا نخطيها، أنا اللي كيف نقول لي كيما تجي. أعطني مات المطرق شوف. أطلق قيود. أطلق. خرج علي هنا. ما لعب الشيطان يتقيود. والله ما لعب الشيطان. أخاف ربي. خلاص الدنيا راح فيها يا معينك، ابيك نخلكم يا الجهال، الدنيا اللي يفوتي شاي. السلام عليكم خاوتي الزول، تحيه كل شاب زائري داخل وخارج وطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم، قناه رونفينك زاد، قناه اخبار المنتخب الوطني الجزائري واخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل انواعه. شفتوا خوتي بدايه الفيديو الفار واش دار اليوم مول القميص، واش دار واش كان يقول قبل. اول ما ندخل في السيجي خوتي عندي عده مواضيع نقولها باش نوضح للراي العام الجزائري وخاصه الراي الصطايفي اللي نقادرهم ويعرفوني الصطايفي بلي دائما نضرب على الوفاق. ضربت عليها مليار، ضربت عليها من حقكم في الدوزيام بلاس، ضربت عليكم في من حقكم زاتشي، ضربت عليكم في قضيه المكالمه الهاتفيه، قلنا لكم ما تخربوش في سطيف اللي داروا الله يسهل عليهم، هضرنا كلش. مادا بكم ما تقولوش بلي انا ندير هاد السجن ندير باش ننظر الصيف، لا نحاول نمد الراي العام باسكو انا كان عين نخلط، كون خيط الخلاط قبل ما يتوقعوا لي زيليكسيون. خليتهم على هواهم، قاعد قلت انا نعالي، قال لك بلي نعالي دي حط الاسكرو اللي كان غاضب الياسما وكان غاضب بالعباس وكان غاضب كذا وكذا، هذا كنت مين يعينوه تماك نجبد هذا الفيديو ونحكي. وغادي اليوم نفضح كاع كيش فبركو هذا المسرحيه الجهنميه. فوالا خاوتي، باسكو انا لست تابع لي طرف، وهذا حكوم، هذا حكوم علاقتي جيده معاه، لا بريف اللي راه معايا في الفيسبوك ايسي يتواصل معايا وانا ما عطيتهاش لوكازيون. تعرفوني خاطيني مباصره، خاطيني هاد الامور، انا ما عندي حتى طمع في واحد ولست تابع لاي طرف، باسكو انا نكره النفاق ونكره الفساد باسكو بزاف. هذه ليست اشارات جزائر الجديده، ليس هاد الناس كانوا واحد الوقت شادين كلشهم هاربين في الضربه تاع الحراك خايفين يدخلوا الحباس، دروك رجعوا في النفوذ تاعهم وحنا اللي نهضروا الحق. ما عرفناش خوتي. دروك نحكوا، راه عينه مستشار للفريق وناطق رسمي للفريق، باسكو كانت رايحه باش يولي مدير الشركه، ولكن ناض خلاط كبير البارح في الجمعيه العامه تاع لي زاكسيونير ما قبلوش سرا باسكو ما يقبلوش حكم عليه، ما يقبلوش باسكو باسي تاع لي نوار الكل يعرف.
هذه القصه خاوتي حاوس نفضح كل واحد عند حد ان شاء الله ما نطولش عليكم ولا طولت الغالب ولا ايسين ديالكم في دو بارتي باسكو هذا السوجي راني من وينتا لا ملاه اموره لا ملاه اسراره قلت نهار اللي نعرفوا باللي تعينوا طاطا اسكو هذا ماشي نفاق خاوتي باي وجه تقابلون ربكم يا عباد الله باي وجه كنت تقول سراق تقول بيع وشري وبيضارين بك لا بوليس الامن ونكرهه وكذا وكذا من بعد رجعتوا نورمال عادي عادي في البلدي همكم النفوذ وهمكم المناصب وهمكم كيف تقابلون اولادكم كي تقابلوا كيف تقابلون اولادكم كيف تقابلون ربكم يا عباد الله الي هذه الدرجه الي هذه الدرجه ما عندكمش القناعه قادر غير ديك اللحيه قادر هذاك القميص وهذا حقكم نقسم لكم بالله العلي العظيم خاوتي قسما بالله العلي العظيم والفيديو اللي سجله في يوم تاع جمعه والله العظيم مش جبدت عليه فلافير تاع 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 المكالمه الهاتفيه وتاع الشيشه وصواله قلت لهم بلي هاد الفبركه داخل فيها حكم دخل فيها باش دكه مع سمعت البرج ومن الاوديو ومن لوتوريزاسيون هي طلقوا بيبلي وعلى بالي شويني من قال بيبلي وكي بدات على بالنا كاع كي بدات والان خرجوا صحاب يقتلوا بنادم يتمشوا في جنازته بعد يقولوا صحاب بعد يقولوا صحاب الميت ما فهمتش جي غيان كومبلي افيك سيت كاليتي ما فهمتش انا هذا زريعه كي مخلوقه يا عباد الله اقسم بالله يا خوتي بعت لي ميساج في الصفحه وبعت لي انفيتاسيون ولا ما امي بلا ما في انا من يسولي بزاف لي انفيتاسيون اكتيفته ما عرفش خرج لي ميساج تاعها اقسم بالله انا من رجولتي هاد الصور حنا ما نبيبليهمش ما نبيبليش تصاور محادثات بيني بين واحد ما نبيبليهاش بصح بيبليا سلي قالي والي قسما بالله هذا حكومه قالي والي علاك جبدها لي انا اللي جاب الحيه ماشي مليحه الحيه راك خطيني داك العام كنت فيه هارب قبل في كوب دافيك 2019 كان هارب من امارات المغرب من نطاق تاع قطر قالي والي انا قسما بالله قالي وحلف لي باليمين قالي والله العلي العظيم وانا سيدنا في رمضان في رمضان خوتي قالي يا الهوالي والله ما نرجع نسير في الكره الجزائريه هذا الثعلب قال لي والله ما نرجع نسير في الكره الجزائريه هيا دروك انا باش نامل ما فهم ما دوك الناس هاي تحلف باليمين في رمضان في العواشر نورمال عادي ومن بعد انا سمعت في لافان تاع رمضان السيد ولاو جمعوا كانت عندهم اوتوريزاسيون تاع الكونفينمون جمعوا في واحد المضرب ما نقولكمش وين جمعوا هذا هذا اللي داروه الرئيس الهاوي هذا اللي بزناسي تاع العقار هادو لي زي لي بيون تاع تحكم هذا منا فهموا طاك 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 من رمضان هما يخطوا من رمضان انا حاولوا انا كحاولوا يتواصلوا معايا امام الله وانا مشت غير خير مع هذا تحكم صراشت منها غير الخير كلام ما مسني ما والو يقادرني ويبعث لي غير في لي ميساج شابين ولكن نكره النفاق نكره سوا عبدتو في الارض فسادا ملي زدتو نتوما انت اللي قلت انا شوي الاف دو عناشي ودو عليق عناشي الله يرحمه ودو عليق وحياحي لعبت بدراهم كوب ضرب لعبت بعث لي ماتش للسعوديين درت صوالح كبار كان جبدوهم غادي نقعدوا سبع سنين بصح خطو الكره الجزائريه نريد وجوه جديده ما على بالناش علاش راكم تحوسوا على هاد الامور جو سي با سي اوكين ايدي ما نفهم انا علاه راكم دوك نتوما من رمضان ديروا في الجلسات تسهروا حتى الفجر ديروا دي كان على بالي كنت تروحوا تجمعوا كان على بالي بكلش نورمال بعد منا كان عندي كنت لاهي امور تاع في ديراسيون سوا ما حوش باسكو انا جو مانتيغيس با لونطون تاع انا لونطون الله يسهل عليهم انا ليك لابان جينا ماكش نحوس ما تكونش حاجه فيها حياه كبيره انا قلت لي ما نوليش دروك راك وليت دروك نحوس نهضر شوف هذا هذا بول علاش قصتك معاه هذا جابوه بريزيدون تاع النادي الهاوي يدير لهم كلشي غادي نطرد كاع عليهم كلشي نطرد كاع نورمال دروك انتوما عندكم سوابق نعطيكم حاجه بلي نعرف خرايبكم عام اللي بعتو جابو بعتو للنادي الافريقي راح وحده كونترا لي من بعد عطو خلطو طرا فيكريتو الكونترا تاع جابو ها وديتو فيها 150 مليون تاو هذا الى رئيس الهاوي البيون تاعك
تدفع 150 الف اورو، وعلى بالي شكون اللي زور لكم الورقه في الرابطه ليبوك، على بالي وديتو 150 مليون. ومين جيتو للصيف شريتو جاكوار، جاكوار 700 مليون، نهاري تشمرت بعتها 150 حقكم خويا، باش نزيد نهضر؟ ما عندي ما نهضر، ما 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 فهمتش، ما فهمتش انايا هذا الطبخه اللي درتوها كاع اللي صرا فيك في الصيف. كنتو مكروهين مع داك المناجر هذاك بولعيا هذاك باعده ولا بوعوده ولا بوعيده ولا كسموه ما كيخلا كيسموه، كان يضلوا يعايروا فيه في الاستاد. درتو طبخه سيد مين كان في الحبس منا طاك طاك، تلاقيتو مع مولعه الاخر على بالنا كاع شاسرا، على بالنا اعراب، انا بيني غير عربي بلي شويه عاقل بلي مسكين انسان قليل، نتمنى غير الدوله تخلي عرب بريزيدون وهادو خلوهم يتنابحوا، ملي تتخلط يبقى غير عرب، تولي غير العرب كيما قلت. نتمنى انا يقعد مدير يقعد عرب احسن، باسكو عرب او موان ما يخلطش روحها مع لي فوايو، هذا عرب نشهد عليه بلي ما يخلطش روحها مع لي فوايو، نقي انسان بقيمته بشريكته. والله ما انا عارفه خاوتي، قسما بالله ما انا عارفه، فهمت خاوتي؟ وديك الضربه تاع نادي افريقي مع سليم الرياحي وبغيتو حشيتوها له وديتو فيها 150 مليون اورو على ظهر الوفاق، وحشيتوها لجاب جابو ديك الضربه دا فيها 1 مليون 500 دورو. ما يعينك مستشار وناطق رسمي، ناطق اعلامي، اهلي هاد الدرجه، اهلي هاد الدرجه وليت خرده يا حكم، اهلي هاد الدرجه. ما فهمتش انا كيما انا هذا بولعيا، مانيش فاهم انا مين مخلوق كاع هاد الدوله كي راهي دير في الناس عندهم لوبري جيستيس، هذا تاع النادي الهاوي عنده قضايا تاع النادي الهاوي، هذا عنده قضيه واعره مانيش نقولها تاع كذا وكذا، ما احترام لعائلته ما نجبدهاش، ما فهمتش عندها علاقه مخلطه سيتان بزناس يدو عقار تاع عصابه تاع العقار، كان يخلوض مع رئيس البلديه القديم بو هذا اللي داروها دي جي تاع شركه في لي فيشي تاع بي دو، كاع عندهم فيشي فيشي غير صرا لي نورمال، ما فهمناش. هذا كان تاع الهاوي كان يخلط في الاراضي في لامافيا في سطيف، وداك العام عندي كاع القصه نهار اللي رفداته الدوله وعشر ايام وهي غابراته، يا كاع من هاد الدرجه كاع الدراهم اللي عندكم تحوسوا تدخلوا خاصكم من بريستيج، علاه؟ ان شاء الله يخرج حمار، ما غادي حمار كنت ضدها انا يا حمار، باسكو حمار ضال علينا، ضال علينا، كان اونتي زاتشين بعد قلبها وحشاوها لها كوب دافريك ذاك العام، كوب دالجيري قال لها كوب دالجيري، انا وزرواطي من فتنا في البلاد من بغينا جميع عام نكملوا على زاتشي، حمار الله يذكر على خير ما يطلق سلاحه، خطا ضال علينا. من بعد دار ديكلاسيون في ليبرتي قال مشي فيك زاتشي، وانا ما على باليش لا مزاوله نمشي نكركع بلي ما كانش تزوير، قلنا لك بلي سي ديفيسيل حمار، ومن بعد شاصرا لك فاتوك نورمال، وقالوك نعطيك كوب دانجيري وخلطولك وخلطولك خويا، خلطولك في الدمي فينا في الماتش تاع بجايه، وعلى بالك شكون اللي خلطلك؟ خلطلك هذا اللي راه اللي داروه دي جي تاع شركه بولحية مول القميص، خلطلك ومتشكر باع الماتش تاع بجايه داوه لك، وعلى بالي كاع شي صرا، ها؟ على بالي كاع، ان شاء الله 27 ديسمبر، ان شاء الله الله اعلم، نورمالمون 27 ديسمبر يخرج حمار. حمار غادي يدير فيكم التير، حمار راكم مدلقوا له من دروك، علاش راكم مدلقوا له؟ راكم مدلقوا له باسكو هو مساهم يسير لكم 9 ملاير، خايفين يزايركم راكم باغي تعطوه بوست، وان شاء الله حمار مع عربي يكملوا عليكم باذن الله، باسكو نتوما ما عندكمش الرجوله، شوف راكم جايين تبزنسوا بالوفاق، والشعب نيه مسكين، راني غايدني الشعب. تكتلوا بديك الشعر تاعكم وديك الهضره الشعبويه، وانتم كاع بزناسات بيحوسوا تبيعوا لي جان تاع الجوار تاع سطيف، تخدموا بلي جان. انا شو ما انا ماني لا مع هذا بورحلي بورحلي الثاني ماشي ساهل، ديك نهار يخلط على هذاك ذاك المالي المترشح هذاك سموه هذاك زاكي ولا سموه زاكي، خلط ما نعرفش من بعد شنو في فيسبوك يقول لك حضرت عرسي وكان صاحبي، ما فهمتش انايا بورحلي ثاني ماشي ساهل، ثاني هذاك اللي فات في النهار شو اسمه هذاك، والله ما بالي ما تام ولا انا مخاطيني وخاطي انا هذو تبان لي كاع، انا هذو عجبوني اللي كانوا مطرشين، كان عازبني هذاك الماناجر تاع الاوروبا تاع فرنسا كيسموه زاكي زكريا ولا كيسموه، وكان عاجبني لونسيان جوار من جاب الله،
هادو مساكين اللي ناس نقيين، هادو تمنيت واحد منهم يفوت باسكو النوايا، بصح ما يعطيكوش يخدموا مع العصابه مع الديوبه. دوك الدوله ما عندهاش الدرام، قال لك هذا دوك هذا هذه كاع لي استوار فيها هذا بولا هيا مول القميص تاع مازال بريجيستيس تاع تاع المكالمه الهاتفيه، مازال بريجيستيس جايبينها غير بيجون. يعاودوا ثاني قال لهم جيب لكم الدراهم، وباباه مدخله، باباه يحوس باصي باصه في الاولى ويحاول يدير زيد باصي بولده بوه، باسكو سي اون مافيا دو فاساد، مافيا كبيره. واش دير خويا؟ سي اون مافيا. انا نقول صح خاوتي، انا ما خاطيني تخوبي تقولش دروات خاطيني. وسرا نقول لكم حاجه، سرا اقسم بالله ما غادي طيقولها، والله ما غادي طيقولها خاوتي. بيزون تاع بلعباس، بيزون تاع الياسما، يا بابا الدنيا واعره. عبد بن ما فهمتش، فهمت من اي طينه راكم مخلوقين. لعبك ما عييت نخرب، ما عييت نشوف هاد الناس هاد الشعب باي. ما فهمتش والله، ما فهمت نظر، هبلت على بالك خوتي. ما فهمتش انا كيف عطاو لاغريمو كي غادي تدوه مع هاد العباد كاع عندهم ريبريجيستيس. سي بو صد ولا بي تخلي عرب، ان شاء الله عرب يقعد يقعد امو من هنا اللي تباصو كاع يبقى عرب، هو يقدر لي امو اللي نوطو تصوبا. نقول لكم حاجه، وعلى بالي زرار حاول سيد من العرب لا ليغ باش يتهنى منها من الصيف، على ما غاديش تربع لا ليغ مع رومبو يعني راسك. رومبو يمدغك ديرك، رومبو ما تيقولهاش كاع. والله ما عرفت خوتي، عباك ما لي مو راحوا لي نهضرهم. ما فهمتش السيد لو بريجيستيس بكري كان كيما السيد هذا عنده لو بريجيستيس في الاوروب، هذا ابو لحية عنده لو بريجيستيس قاطبو على خيانة تاع كونتينر تاع كريم تاع لي بورطاب خالوطة. ما فهمتش يخلط في الواطا مخروضين في مارساي مع ديك المدامة. لا حول ولا قوة بالله، لا حول ولا قوة بالله. باش بأي نتوما كي غادي تقابلوا ربي اللي هذا الدرجة ويفاق سطيف فريق العريق فريق الألقاب فريق التاريخ، رجع لعبة عندكم تبزنسوا به. هذا النفاق مانيش فاهمه، كي قلتو تعال انا قالوا لي تجي نعرف باسكو لعبتوا اللعبة تاع ويفاق سطيف مساكين نهار لي دوزيام بلاس من الشعب، وداروا ديك لي بوندر كونتر تهبون منا، عيطوا لهم سمعوهم في الجزائر في بن عكنون منا حكومة عيطوا عرب قال ما تحوش على دوزيام بلاس نساها طفي الضو باسكو لا 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 تنقلع على مسيه غادي نجيب لكم لافير تاع المكالمه الهاتفيه وطيحوا ناسيونال دو ما كان لا دوزيام بلاص لا والو فوتوها وابيانتو خرجوا لكم بولهيا كيما كان خرجوا بولهيا. ما تعرف بلي كاين تواطؤ من كل الجهات. للاسف الجزائر ستبقى في الحضيض وما كان جزائر جديده خاوتي. جزائر الجديده هي والدينا ودعوه الخير باسكو هاد الناس فاسدين راكو تعرفوا. رجوع الحارس القديم فوتبول انجيلي ما غاديش يتنقى. وحاجه انا اللي غنقولها لكم، انا خليتكم ما هضرت عليكم لا قبل الفوت لا من فوسط الفوت حتى صاليتوا رواحكم قضيتوا اموركم. انا حاضر ان شاء الله لو 14 ديسمبر زيد تخلط في في تاع المساهمين ان شاء الله. الدولة ساسبوت فيق، ولكن للأسف الدولة مطفية ضبطكم ما عندهاش دراهم تحاول تخدم بيكم. وهذا بو لحية يجي الوقت اللي يطير صرا لي طيره نورمال، قادر يجي حمار يجي يتحالف مع حمار، هادو ما عندهم ثمن. لا الهدفهم هو البوست ويلعبوا بوفاق سطيف، الضحية هو وفاق سطيف وأنصارها. وسمحوا لي خاوتي تاع سطيف الله غالبا أنا نهضر، ما نجمش نقول ما نقولكم ما نهضرش غير نكذب عليكم، نكذب عليكم خاوتي. ما فهمش خوتي مسؤولين ياكلوا في بعضهم في وياق سطيف، ما فهمش يخرجوا من الوفاق يروحوا يكسروه يخسروه بلي يشرو لي زاربيت كونتر عليهم منا منا، عاودوا لي رئيس وفاق سطيف وسطيف هي الضحيه. كاع لي راهم ضرو كاع لو بريجيستيس كاع لو بريجيستيس. الحكم كان هارب في 2019 كان في الخارج بوندون دي موا، داين اراضي وقت الزوخ داين وقت بدوي مخلطين كلش ومازال يدوروا في الكره الجزائريه. شابين نقول لكم خوتي، خاطي تخلص عليكم مال قالك نبقاها كاع خلاها كاع، قالك ان الله يمهل ولا يهمل. روحوا خوتي خوتي سطايفيا سمحوا لي هاد السوجي ما قطبش نخلي الهضره اللي تليكال بيه قلتها
باسكو انا اقسم بالله العلي العظيم قسما بالله اليوم الجمعه خاوتي ما راه واحد مبوسيني على حاجه. كانت في خاطري هالسجو صرار على بالها بلي انا نهضر من قلبي ولا بالها بلي انا ما نسمع حتى واحد نجي في راسي نضربه وما عندي حتى فايده ما عندي ماناجير ما نبيع ونشري في ليزالبيت ما نبيع ونشري في جوارة ما عندي ماناجير تاع جوار حتى حد يجيبوا لي جوار. انا جان 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 او 17 ولا ما طقش ندخله يلعب في ايكيب فهمتي. قلت انا ما نطيحشني في لي بيزون دو كلوب باسكو بعدي قدموني ملي اللي توجعني. هادي يا خاوتي قلنا لكم شكاين سمحوا لنا طولنا لكم فيديو لان الامر نتمنى انصار وفاق ستيف يفيقوا بهذا المصياده بهذا الكو اللي داروه الوفاق ومع افيك لو طون غادي الوقت يبان كلشي يبان. نحذركم غير باطل تماكم قاعدين على بالي راكم في دوله مافيا غادي تقعدوا في المافيا باسكو الجزائر الجديده مكانش كاش ما تجي معجزه اخرى ان شاء الله كاش حيرك وحده اخر ربي يقلع علينا هاد العباد اللي وسخوا الجزائر رياضيا سياسيا اجتماعيا اقتصاديا خلاو لها البلاد. انا نحذركم غير في حاجه اللي نلقاه شي تاع زاتشي خرات عليه ها مكان نها مع زاتشي بصح يطيح لي سيجي نقعركم نورمال خاوتي. السلام عليكم تهلاو في رواحكم وانتو تي فراجيلي وتحيه لكل وفاق سطيف انصارها وسمحونا وسلام عليكم.